النهارده 20 لاعب في قائمه النادي الاهلي استعدادا للجونه. شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وسعد سمير وايمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول وعمرو السوليه وهشام محمد وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعه وناصر ماهر وكريم ندفد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات واحمد الشيخ وجونيور اجاي وجيرالدو. دي مجموعه اللاعبين المتواجدين في معسكر النادي الاهلي. وزي امام حضراتكم ده مقر الفندق للاعبين منذ لحظات قليله، وصول اللاعبين الى مقر الفندق في اللي هيقعدوا فيه علشان استعدادا لمباراه غدا ان شاء الله. ده في الجونه طبعا اللعيبه سافرت النهارده زي ما حضراتكم عارفين منذ قليل، وصلوا بالسلامه اهو وامام حضراتكم لقطات حصريه لوصول فريق النادي الاهلي الى فندق الاقامه في الغردقه. بالمناسبه وانا بتكلم كده مع حضراتكم انا قلت 20 لاعب، مظبوط 20 لاعب بس اللي انا قلتهم، لكن تخيلوا حضراتكم ان في 16 لاعب خارج هذه القائمه. 16 لاعب خارج هذه القائمه. ال 16 لاعب دول مين بقى؟ بسبب الاصابه حسام عاشور، وليد سليمان، محمد محمود، ومحمد نجيب، وعمرو جمال، ومحمد الشناوي. دي المجموعه اللي مصابه، ولعدم اكتمال اللياقه البدنيه ولاسباب فنيه احمد فتحي وازارو واحمد علاء وباسم علي واسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعه وحمودي وصلاح محسن ومحمود وحيد. تخيلوا بقى حضراتكم لما انا بقول ان ال 16 دول، ال 16 دول مش موجودين في القائمه دي في ال 20. تخيلوا بقى، تخيلوا بقى لو المجموعه دي موجوده كمان، تخيلوا لو المجموعه دي موجوده كمان ايه اللي كان ممكن يحصل؟ الناس كانت ممكن تعمل ايه؟ الناس ممكن تحارب في النادي الاهلي ازاي عشان توقعه باي طريقه خلال الفتره اللي جايه. فهيبتدي بقى من دلوقتي يقول لك ايه، اصله مش عارف مين اتخانق مع مين، واصل فلان اتخانق مع فلان، وعلان زعلان من علان. لا، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش صحيح. لكن اللي انا دايما بكرره على حضراتكم وبقوله بشكل واضح جدا، ان اي لاعب ما يزعلش ان هو خارج ال 18، ده من وجهه نظري لا يصلح ان يلعب كره قدم داخل النادي الاهلي. دي وجهه نظر انا يعني. فمهم جدا ان انا كنت اقول لحضراتكم قائمه 20 لاعب في النادي الاهلي استعدادا لمباراه مهمه جدا جدا جدا. وما تنسوش ان احنا بكره هنكون مع حضراتكم في تمام الساعه 2 ظهرا ما قبل مباراه نادي الاهلي ضد نادي الجونه. احمد الشيخ طبعا امام حضراتكم.